مشاهدينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير وأسعد الله ليلتكم. يتجدد الحوار اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 في حوار هادف، وفلسفتنا حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. النهاردة حلقتنا إن شاء الله بإذن الله زي ما نوهنا عن الدعاية الطبية والمندوب الدعاية الطبية والعاملين فيها، مشاكلهم وقضاياهم ومطالبهم. هنكون في حلقة جميلة جدا ومعانا ضيوف أعزاء، لكن قبل ما نبدأ الحلقة هننوه عن بعض الحاجات والترندات والأخبار اللي كانت موجودة خلال الأسبوع ده. احنا في حوار هادف بنرفض أي إساءة لإذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم لما كنا نسمع صوت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كانت تشد أذاننا، وكان وتربينا على مشايخها وعلى علمائها وعلى إعلاميها وبرامجها الجميلة النيرة. منبر إسلامي فيه الكتاب القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، تبقى إذاعة القرآن الكريم لها كل تقدير ولها كل احترام. لسنا مع أي إساءة مع إذاعة القرآن الكريم. يمكن الإساءة دي جات لترند أحسن للرجوع تاني إلى سماع إذاعة القرآن الكريم. بدأ العام الدراسي متأخر السنة دي بسبب أزمة كورونا، والعام الدراسي بدأ متأخر 17 أكتوبر، ودايما في أي عام دراسي بيبدأ بتحصل معاه قضايا وحاجات. شفنا المسؤول ومحافظ الدقهلية، هو كرجل مسؤول يعمل شغله، راح بيفتش على المدارس وبيشوف العام الدراسي واستقبال العام الدراسي، لكن عاوز يعاقب وشاف خطأ حصل، فبدأ ان هو يعامل زي ما شايفين الصورة كمحافظة الدقهلية ومديرة مدرسة بالدقهلية، فأساء التعبير او العقاب ليها: انت مديرة فاشلة، وطبعا موضوع اخلعي الشباك او النافذة دي اللي فيها تراب او غيرها. إذن احنا في بلد القانون، عاوز تحاسب حاسب بالقانون، وانت مديرة المدرسة كل المدرسين وكل يعني اساتذتنا لهم كل الاحترام والتقدير، يبقى المعلمون هم القيادة وقت الأزمات. برضو من حاجات بتاعت بداية العام الدراسي، حصل ترند كده برضو الأسبوع ده، طار كده كل حاجة سيئة بتطير. موضوع يعني مش عايزين نقول مهرجان كده وراقصة وغنت عليه وطار، المشكلة مش في كده، المشكلة إن الفيديو ده بيشاهد أيضا في أحد فصول المدرسة في البحيرة. وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بعد واقعة ضبط طلاب وهم يستخدمون الشاشة المدرسية في تشغيل مهرجان ورقص داخل الفصول، وتم إيقاف مديرية المدرسة والمشرف وتحويلهم للنيابة الإدارية. انعدام الأخلاق هي الفوضى، ناقوس خطر يدق على التلاميذ والطلاب، زي ما احنا شايفين دلوقتي شاشة وعارضين عليها الترند اللي كان عالي، وقعد يتفرجوا على مهرجانات ورقص وعمالين في الفصل. يعني طبعا يعني هنا انعدام الأخلاق فعلا هو يعني ناقوس خطر بيدق بابه علينا، ان لازم بسرعة نشوف موضوع وحل، وده في مدرسة. يعني احنا في حوار هادف جات لنا رسائل كتير جدا على صفحتنا، طبعا ممكن تتابعونا على حوار هادف بالانجليزي او بالعربي سواء كان على الفيسبوك او على اليوتيوب. لكن جات لنا فتح ملف ايه اللي بيدار حاليا في اتحاد المهن الطبية. انا عشان اقول لكم اتحاد المهن الطبية ده هو مظلة بتجمع اربع نقابات: نقابة الاطباء البشريين، نقابة لوحديها كده هي نقابة، الاتحاد ده بيجمع الاربع نقابات بقى: الاطباء البشريين، الاطباء البيطريين، الصيادلة، الاطباء الاسنان. الاتحاد ده كله يعني يشوبه الآن حاجات كتيرة جدا على السوشيال ميديا، ويعني الشباب الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة يعني صراحة ملفات عمالين يطرحوها، وفساد مالي معرفش مدير مالي بياخد كام، يعني في حاجات كتير وملفات. الملف ده أنا بوعدكم زي ما وعدنا الناس على الصفحة اللي احنا هنفتحه وهنتابع القضايا اللي فيه، وهيكون ملف كبير، ملف اتحاد المهن الطبية، والحق مكفول الرد للجميع. برضو من ضمن الرسائل اللي جات لنا ولازم ننوه عنها، نقيب الأطباء البيطريين العام دكتور خالد السليم، راجل مهذب ومحترم، كان موجود في البحيرة وللأسف ما سلمش المقر بتاع المركز العلمي في البحيرة للنقابة الفرعية. مين الصح مين الغلط ما نعرفش، احنا في الآخر عاوزين المصلحة العامة. أطباء بيطريين البحيرة غاضبون وعاوزين المركز العلمي يستخدموا بقى نقابة، يستخدموا دورات، يعني يعملوا فيه الأنشطة، المصلحة العامة، مصلحة الأطباء البيطريين في فتح المركز العلمي مش إغلاقه يعني. فأتمنى أن الموضوع يخلص بشكل سريع، والموضوع مش شخصنة أمور، الموضوع مصلحة عامة، النقابة
عمل تطوعي وخدمي لكل الزملاء. ونروح كمان لخبر كتير برضو ناشدوا في نائب وزير الزراعة، بيقولوا له أنت فين؟ أين أنت يا نائب وزير الزراعة تقريبا للقطاع البيطري؟ مش عارف، مش راضي يستجيب، عمالين يتكلموا ويهاتوا ويصرخوا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك ومطالبات ومناشدات، وهو مش عارف يعني حق الرد مكفول لحضرتك، تقول لنا فين تفعيل دور الطبيب البيطري، تقول لنا فين سد العجز من التعيين اللي عندك، فين الوقاية والرعاية والتناسليات، يعني عاوزين رد من حضرتك، بدل ما انت عامل ان قضية البيطري هم زي عمال الصحة والبيئة للتطهير وغيرها. فمناشدة وكانت حتى من الدكتور علي سعد على الفيس قدامكم زهرة علي نائب وزير الزراعة. آخر حاجة، احنا هنا في حوار هادف بندعم حمل صحتك في غذائك اللي بيقودها الإعلامي والصحفي الأستاذ صبح الحفناوي، بيقولك احمي نفسك وأهلك وبلدك، والحملة دي هي لمواجهة غش الأدوية البيطرية والأعلاف في كل محافظات مصر، وشعارها دواء سليم غذاء آمن. كل تحياتنا وتقديرنا ليه، وأيضا كلنا دعم لهذه الحملة التي بدأت تؤتي ثمارها. الأجهزة الرقابية مع وزارة الداخلية مع وزارة الزراعة شغالة جامد جدا صراحة في التفتيش والرقابة الجامدة الأيام اللي فاتت، ونتمنى أيضا مزيد من الـ يعني القضايا ديت، لأن هو ده الأساس وكان ملف كبير جدا من الفساد الفترة السابقة. احنا وصلنا هنا لنهاية أخبارنا أعزائنا المشاهدين، دايما بتتواصلوا معنا زي ما قلنا لكم على حوار هادف، وموضوع حلقتنا النهاردة الدعاية الطبية، قضايا ومشاكل المندوب والعاملين فيها، وأيضا المطالبة والمناشدات إلى حلول نصل إليها مع ضيوف أعزاء. لكن هنخرج فاصل سريع وخلوكم معنا، استنونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمه منى الحمد بعد إذنك. حبوب إيه؟ منى الحمد. منى الحمد، اسمها إيه؟ سميرة عبد السلام. ايه يا عم، ايه يا عم، ده هي مين دي اللي اسمها سامي؟ مدام سامي سيد عبد السلام. وانا هطلع لها بطاقه نوعها ايه؟ انثى. اطلع بره يلا، اطلع بره، ايه ناقصه هطلع الصبح، ده ايه الهبل ده؟ سواء كنت خريج علوم او بيطري او صيدله او اسنان، هتروح انترفيو ويقبلوك في شركه ادويه، هتلبس البدله وتشيل الشنطه فيها البروشور والعينات بعد تدريب اللاين من المنتجات والأصناف، وتلف على المستشفيات والعيادات ومن دكتور لدكتور، وتجري ورا التارجت والبيع. بس احنا بنقولك خد بالك، خد بالك من العمر اللي بيجري وحقوقك المهدرة، ولما يتخلوا عنك هتبدأ من أول وجديد، ودي لعبة انت محترف وليك عمر في الاحتراف، حتى لو انت بطل الكورسات والدورات وعارف إن كل العاملين فيها عاوزين نقابة تشملهم كلهم. حوار هادف مع محمد الغزالي، هنناقش المشاكل ونطالب بحقوقك. وعودنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وحوار هادف مع دكتور محمد الغزالي. والنهارده زي ما نوهنا وزي ما شفتوا في الموشن جرافيك اللي عدى سريع ليكم، هنتكلم عن قطاع كبير جدا من العاملين فيه، وهو قطاع المبيعات الدعايه الطبيه، قطاع واسع وكبير جدا وبيشتغلوا كثير من الوظائف ليس الدعايه الطبيه، عشان احنا النهارده السكوب هيتحط على الدعايه الطبيه اللي هو موضوع ومحور حلقتنا، لكن الموضوع كبير لكثير من العاملين في موضوع المبيعات وموضوع الدعايه في المواد الغذائيه في حاجات كتير جدا. لكن حلقتنا النهارده هتنوه عن قطاع شويه الطبي والتسويق الطبي، العاملين في الدعاية الطبية. ويسعدني ويشرفني يكون معايا في الاستوديو النهارده الدكتور اسلام ايوب، وهو الخبير في تدريب العاملين بشركات الأدوية. اهلا وسهلا بك دكتور اسلام. وايضا يسعدني ان يكون معي ايضا ويشرفني الدكتور عبد الرحمن محمد باز، وهو المدير التسويق الطبي في احدى شركات الادويه الكبيره، وايضا مؤسس موقع ريبسولوجي اللي عارفينه كثير جدا من مناديب الدعايه والعاملين فيها. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن. ندخل في محاور حلقتنا، طبعا تقدروا كمان عاوزين تفاعلكم وتواصلكم معنا على التليفونات اللي ظاهرة على الشاشة. وموضوع حلقتنا قضايا العاملين في الدعاية الطبية وشركات الأدوية، عشان يكون في تفاعل معكم. لكن هروح على طول للدكتور إسلام وأقول له نبدأ بتعريف مندوب الدعاية الطبية، ده بيعمل إيه وإيه الدعاية الطبية، ومن 1990 نرجع لحد دلوقتي وأنت خبير في ذلك. هو الفترة بتاعت التسعينات دي تقدر تقول عليها أنها كانت
زمن الدعاية الجميل العز العز. كانت الشركات قليلة، مفيش تلات أربع شركات، كان مكتب علمي على شركات القطاع العام. زي ما الشركات قليلة برضو كان المندوبين قليلين. كانت القصة بسيطة وسهلة، وكان شرطها شرط بسيط خالص، إن هو يبقى المندوب ده شاطر في الميديكال أو شاطر في المعلومات الطبية. نعم. مع الوقت والتطور والبزنس والعولمة بدأت الشركات تزيد، ما بقاش بس مالتي ناشونال، لا ده بقى في مالتي ناشونال، في شركات القطاع العام، في شركات استثماري، الشركات بدأ الأفراد يعملوا شركات. نعم. بدأ بعد كده حاجة البزنس الجديد اللي بدأ يكبر، اللي هو الأوت سورسنج أو اللي هو بيسموه التعهيد. يعني شركة بتدي منتجات لشركة تانية تعمل لها عليها الدعاية. نعم. زي ما الشركات كترت المندوبين كترت، احنا بنتكلم دلوقتي مثلا في 200-300 شركة موجودين دلوقتي، بزنس حوالي 40 مليار جنيه سنويا. ضخم طبعا. ضخم. نعم. لما الحاجة بتكتر بيبدأ التنافس يزيد، تبدأ المشاكل تزيد. نعم. المندوب هو كل وظيفته ان هو وسيط بين الشركة وبين الطبيب، بياخد معلومات عن الدواء بتاعه، عن الأدوية بتاعته، بيروح يعرضها للطبيب، بيقدم له الأبحاث الجديدة، بيقدم له المعلومات اللي لسه طلعة، بيبدأ بعد كده يتابع شغله بحيث ان الدكتور ده يكتب الدواء ده، تبدأ العجلة تمشي، الدواء يتكتب، الدواء يطلع، المصنع يشتغل، ماشي، الأدوية تطلع، وتفضل الدايرة ماشي وكله عايش. تمام. اذا بس عايزين نوضح برضو ان نروح للدكتور عبد الرحمن، ان المندوب هو العمود الفقري في الشركه. بالظبط. يعني المندوب هو العمود الفقري، لان دي مش هتبقى دعايه عاديه، ده لازم دعايه طبيه يروح للدكتور نفسه. نسالك بقى عن حضرتك بقى كفرق بين التسويق والدعايه والبيع، عشان المشاهد الكريم يبقى سامعنا دلوقتي يفهم يعني ايه المعاني دي، وكلمنا عن ريبسولوجي بقى هذه يعني. تمام. يعني في البداية أنا بشكر حضرتك يا دكتور محمد على الاستضافة ديت، وإتاحة الفرصة إن احنا نتكلم عن مهنة الدعاية الطبية بتمتهنها يعني الآلاف سواء جوه مصر أو بره مصر. تشرفت. يمكن ربنا يخليك، يمكن دي فرصة قوية جدا لأننا احنا نتكلم عن المهنة دي. تاني حاجة سريعا حابب أنوه برضو إنه الآراء والوجهات النظر اللي أنا بعرضها النهاردة وأتكلم عنها هي تمثلني وتمثل ريبسولوجي، المنصة الخاصة بالدعاية الطبية، ولا تمثل أي كيان آخر. يعني زي ما شرح دكتور إسلام، المندوب هو الوسيط ما بين الطبيب وما بين شركة الأدوية. نعم. فهنا في مصطلحات يمكن عشان الجمهور يفرق ما بين الثلاث مصطلحات دول اللي حضرتك قلتهم، إن في تسويق وفي دعاية وفي بيع. خلينا أقول إنه الدعاية، إنه المندوب بيروح للدكتور بيشرح له كل ما يتعلق بالمنتج نفسه وما يتعلق بالأعراض الجانبية للمنتج وهكذا. نعم. فهو بياخد المعلومات من شركة الأدوية ويروح للطبيب عشان يشرحها له، أو الصيدلي أو غيره من العمل. إذن دوره رئيسي، دوره رئيسي ومحوري. في طبيعي. ناس كتير بتشوفه في العيادة وشايل الشنطة فيقول لك إيه، لا مش مينفعش يطلع دواء ضغطي يتعمل في التلفزيون عشان يوصل للدكتور أو البريد، لازم يشرحه له حد. بالضبط. إذن مهنة مهمة. بالظبط، هي مهنه مهمه، واللي بيمتهنها برضو لازم يكون عنده خلفيه علميه، خريج صيدله، خريج طب بيطري، خريج طب اسنان، خريج طب، خريج علوم، فمهم ان هو يكون عنده خلفيه علميه. نعم. خلينا برضو افرق ما بين التسويق وما بين هنا البيع. التسويق هو اللي بيضع الخطه التسويقيه للدعايه علشان يروح لانهي طبيب في انهي مكان، يكلمه ازاي عن المنتج وهكذا. فدي يديله المسج اللي هي الرسائل، يديله الرسائل البروشور اللي بيعمله له، اللي هو شغل حضرتك كبروجكت مانجر، كمدير تسويق. فهو ده اللي بيحط الخطه التسويقيه علشان يعرف تيم الدعايه انه ازاي يكلم الطبيب او العميل. البيع بعد ما قفلنا السايكل كده او دايره البيع، خلاص فاضل بقى مندوب زميلنا مندوب البيع انه يروح ياخد من الصيدليه اوردر علشان ينفذها عن طريق شركه التوزيع او شركته. فهي سايكل كامله ما بين التسويق وفريق التسويق، والدعايه وفريق الدعايه، والبيع وفريق البيع. طيب انا قبل ما اروح للدكتور اسلام، موقع ريبسولوجي بقى الفكره جت ازاي؟ المؤسسون، الاعضاء، وانتم الان يعني منبر كبير جدا على السوشيال ميديا يعني الفضفضه، ويعني لكثير من المناديب والعاملين في الدعايه الطبيه. ممتاز. حقيقه فكره ريبسولوجي هي اوريدي موجوده من 5 سنين. فكره ريبسولوجي بمنتهى البساطه كده، رؤيتنا وهدفنا انه تطوير مهنه الدعايه الطبيه لشكل افضل.
خلينا اختصر برضو التطوير ده في شكل ايه عشان ما يكونش كلام نظري، ممكن اختصره لنقطتين. النقطة الأولانية وده اللي يمكن معظم الناس شايفينه دلوقتي في منصة ريبسولوجي اللي هي اوريدي موجودة على الفيسبوك وموجودة ليها موقع على الانترنت اسمه ريبسولوجي.org. الحقيقة انه هي منصة على الشاشة دلوقتي، تمام، الحقيقة ان هي منصة سبيك اب او انه تسليط الايجابيات، تسليط الضوء على الايجابيات والسلبيات من الشركات الادويه والعاملين في شركات الادويه. فدي جزئيه وجزئيه مهمه جدا بتقدمها ريبسولوجي. الحقيقه الجزئيه الثانيه ودي الاساس برضو بالنسبه لنا واحنا شغالين عليها هو التدريب. احنا بنساعد وبنساهم بشكل كبير جدا في تدريب ابناء المهنه من اول المندوب لغايه مدير الشركه. الحقيقه برضو يمكن من حوالي أقل من شهر كنا بندرب تقريباً 110 مدير بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية الكبرى موجودة في مصر. جميل. وليها فروع برا مصر. دربنا 110 مدير من مختلف الشركات. يمكن 110 مدير كل واحد تحته أو تحت مسؤوليته أفريج أو متوسط 5 مندوبين، فهو أثر التدريب دوت هيوصل تأثيره ل 550 مندوب عشان التأثير. جميل. يكون بشكل إيجابي. جميل. فهو ده الكور اللي احنا بنحاول نوصل له من خلال منصة ريبسولوجي. لا، منصة ريبسولوجي يعني أعزائنا المشاهدين اللي ما يعرفش وهم العاملين في الدعاية الطبية عارفين الكلام ده، منصة عطت فرصة كبيرة جدا. عاوز تتعلم ادخل على طول أونلاين عندهم، مجاني مفتوح الدنيا، تتعلم وتعرف كل حاجة. أروح للدكتور إسلام، نخش بقى على طول بقى مشاكل المندوب والعامل بقى في المهنة دي، أنت شايف مشاكلها إيه؟ هو أنا عايز أتكلم بس على مشاكل المندوب مع مستقبله. بعض الشركات يعني لو احنا زي ما قلنا قسمنا الشركات لمالتي ناشونال وشركات قطاع عام وشركات استثمارية، لغاية كده الدنيا جميلة، لا المندوب متأمن عليه، مندوب ما متأمن عليه تأمين صحي. بعض الشركات المالتي ناشونال بتعمل عليه تأمين على الحياة. انت عارف ان المندوب ده اكتر واحد بيسافر طول النهار على السكة وطول النهار راكب مواصلات او حتى راكب عربيته. نيجي بقى بعض الشركات هي شركات الافراد وبعض الاستثماري الى حد ما وشركات اللي هي الاوت سورسنج او التعهيد. دي بيبقى فيه نوع من التحايل على المندوب شويه. تحايل بقى في العقود، بمعنى ما بيعملوش عقد. مثلا يقعد معايا 3 4 سنين حته حته عقد وتامينات وضرايب وكل حاجه. تمام. هناخد بس المداخله الهاتفيه دي. تمام. معنا دكتور احمد. دكتور احمد انت على الهواء مباشره في حوار هادف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك دكتور احمد، وانت الان على الهواء مباشره في حوار هادف، وبناشد بنقابه للعاملين في الدعايه الطبيه وبنقول المشاكل بتاعتهم. عاوز تقول حاجه؟ فندم طبعا المشاكل كثيره جدا، وانا اتكلم في نقطه واحده. اتفضل يا فندم. هي عدم وجود اي حقوق لمعظم الموظفين الموجودين بشركات الأدوية. حقيقي احنا في حالات كتيرة. اكلم حضرتك عن حالتين سريعا. الحالة الاولى هي شركة من الشركات اللي تستند على مجموعة قوية من السلاسل، واكيد كل المهتمين بالمجال عارفين من الشركة وعارفين من السلسلة. حوالي 3 شهور حتى الان مفيش قبض، والحالة معروفة لكل المهتمين. نعم. ولا في حد بيتكلم ولا اعطوا الرواتب اقف بعضها في ايام كورونا، ودلوقتي للاسف مفيش رواتب، مفيش سالري. يعني تاخير على الاقل شهرين وبعض الناس 3 شهور. في حاله تانية وكثير من الشركات مش حاله واحده. نعم. لا مفيش تامينات ولا في ضرائب، والعاملين حق البلد، حتى حق البلد اللي هي الضرايب مش عايزين يدفعوها. ايوه حقيقي. كثرت دلوقتي، بيتفاجئوا. نعم. في حاله فصل لسبب وجيه او غير وجيه، ده الفصل التعسفي ده بقى موال كبير، هيكون في ضيوفنا الاعزاء يعني هيقولوا لنا بقى إن حقوق البلد حتى الان ما تدفعش، وسنين وموجوده في اماكن معروفه في مصر بحالها. وحضرتك مذيعنا والدكتور الغزالي يعني تعرف كل المعلومات دي الا نكون اكثرها. والله نعرف، ومعانا ورق ومستندات كمان. طبعا. فيعني متهيألي حضرتك انا شايف في دكتور موقع ريبسولوجي، دكتور عبد الرحمن، منورنا يعني ومشرفنا ومؤسس موقع ريبسولوجي، ويعني والداعم لكل العاملين في الدعايه الطبيه.
لو المسؤولين او المهتمين سواء كان مكتب عمل او قوه عامله خدوا بس الموقع والشكاوى اللي عليها ودرسوها، يا سلام عليك، تكفي سنه او اتنين والله فقط. يا دكتور احمد، دكتور احمد انا بحييك بجد، انت لخصت اللي انا كنت عاوز اقوله كله يمكن على الحلقه اللي انا كنت لسه هقوله بدون اسم لو سمحت، بدون اسم لو سمحت. رسائل كثيره وعديده بتجيلك، يا سلام لو جبنا الرسائل دي كلها بس ووديناها لوزيره العمل، بس دي كفايه، بس يعني احنا بنناشد بيها اهو من دلوقتي، وكلهم يعني دكاتره يعني علوم وصيدله وبيطري واسنان، وحتى اخواننا في زراعه وتجاره، يعني كلها ناس يعني شهادات عليا، وغير اللي معاه الماجستير والدكتوراه ومعاه ام بي اي ومعاه يعني حاجات كتير. فعلا اخيرا انا عايز حاجه واحده بس فضلا من كل المهتمين، ازاي نعرف الموظف يشتكي. بس طيب احنا اتعلمنا في حاجات او شركات مالتي ناشونال او متعددي الجنسيه ان المحفوظ حق اللي بيشتكي وكمان السريه. نعم. انما دلوقتي في حاجات يقول لك طب لازم تروح مكتب العمل التابع له الشركه، ممكن ما بقاش عارف الشركه مؤسسه في اهل وموقع. المصنع في 6 اكتوبر وهي موجوده في التجمع. وفي طب انا لازم اسهل واحافظ على الموظف، لان ده مش موظف، دي اسر واطفال لها احتياجات. وفي النهايه مشاكل اجتماعيه بتبقى في وش مين؟ في وش الحكومه وفي وش الدوله. دكتور احمد، وصلت رسالتك وانا اعلم انك انت كمان عندك قضيه امام المحكمه العماليه، نتمنى لك التوفيق فيها. القضاء هو الامر نافذ، ما نقدرش نتكلم فيه، لكن لو كل واحد لجا للقضاء يا جماعه ما هي مش مشكله، عشان كده احنا موجودين النهارده وبنتكلم في الموضوع ده. شكرا دكتور احمد فيشاوي جزيلا على مكالمتك الهاتفيه، ونعود مره اخرى لضيوفنا. دكتور اسلام، كنت بتكمل حضرتك كلامك. انا بنتكلم ان في بعض الشركات ما بتعملش عقد للمندوب، والمندوب يعني هو لسه صغير ما بياخدش باله، يقول لك يا عم انا شغال وبقبض ومفيش مشكله. ولو عمل عقد يعملوا من نسخه واحده او يعملوا يكتب له فيه جوه تدريب، يكتب له حاجات تانية ومش عارف. طب عايز اقول لك ان هو في ناس قعدت 10 سنين ما كتبتش عقد، وفي الاخر اكتشفت ان العقد بتاعها مضيه السكرتير. عادي جدا. عادي. للاسف يعني مش عارف التلاعب ده يعني. انا مش فاهمه بصراحه. انا مش فاهمه. يعني انت خد زي ما بتاخد حقك، ادي المندوب حقه. وبعدين بعض الشركات انا يعني من خبرتي بقى 30 سنه في الشغلانه دي، بتصرف كتير قوي، يجي على التامين بتاع المندوب تقيل مش قادر. رحلات وسايكل ومؤتمرات للدكاتره مش عارف ايه. طب يعني هو ده غير كده كمان، انت عارف يعني بعض الشركات بيخش بيمضيه على استماره 6 قبل ما يمضي على استماره 2. قبل ما يخش 8 يكون ماضي على استقاله. طب انت ليه بتعمل كده؟ ماشي، ما تعمل له عقد، اعمل له 3 شهور اختبار، نفع اهلا وسهلا، بنكمل معاه، بنعمل له تامينيته، بنعمل له تامين صحي له، بلاش نامن عليه تامين على الحياه، تقيل عليهم. مع ان ولو ان دلوقتي في حاجات سهل جدا ان انت تعملها، يعني حاجه زي شهاده امان، انت لما تجيب له شهاده ب 1000 جنيه ماشي، وانت هو نفسه هيبقى بيشتغل وهو عارف ان الشركه دي قلبها عليه مش بتستغله بس. ده حقيقي، ده حقيقي. بعض الشركات برضو بتشترط انها لازم تمضي وصل امانه عشان تفضل خانقاك. دي بعض يعني الشركات، بعض الشركات البيطريه وبعض الشركات اللي بيبقى معاها عهده وتحصيل او كده. بتيجي طبعا المشكله في لحظه بيقول لك شكرا. طب شكرا ماشي اوكي، هل يعني ما احنا ممكن نعمل عقد سنه، بعد السنه شكرا مفيش مشكله، اديني حقي. القانون العمل بيقول شهر عن كل سنه. ماشي، مفيش حاجه. دي المشكله مش في سنه وسنتين، اللي بيقعد اكتر من 5 سنين وما بياخدش حقه. بيقعد اكتر من 5 سنين وما بياخدش حقه بالظبط، بيقعد 5 و6. تخيل واحد مثلا قاعد 10 سنين مش كاتب عقد، مش متامن عليه. تمام، ال 10 سنين دول وقعوا من مدته التامينيه. صح. فبنظام حتى النظام الجديد بتاع التامينات الجديد ده، انت عارف تكمل يعني مدتك. نظام التامينات الجديد، ناخد المكالمه دي. اتفضل، ناخد المكالمة الهاتفية دي. مين معانا؟ دكتورة رانيا، أنت معانا على الهواء مباشرة في حوار هادف. أيوة دكتور محمد، أنا متشرفة بيك، وأنا فرحانة إن حضرتك مهتم جدا بالقضية دي، لأن إحنا ناس بتشتغل في شركات لها اسمها، وعايزة أقول لك أنا شغالة في شركة مشهورة جدا وعندها سلسلة صيدليات كبيرة جدا. نعم. وبالرغم من كده إحنا مش واخدين حقنا. وبنتعنف كتير جدا جدا جدا،
في ضغط وستريس علينا بشكل غير طبيعي. احنا ما بناخدش حتى الاكسبنسات بتاعتنا، حتى لما المرتب بينزل ما بناخدش حقنا بالكامل، بنيجي نتكلم بيقولوا لنا ده اللي عندنا. بنقعد بالتسعين يوم. بنصرف، احنا طبعا حضرتك عارف الشغل عامل ازاي، احنا بنصرف بنزين وبنصرف كل حاجه، مفيش حتى اي حاجه بندخل بيها للدكتور بتساعدنا على ان احنا نعرفه بالدواء. بنطلب الحاجات دي، بيعنفونا لما بنطلبها وبيرموا كل الفشل على عاتقنا احنا. وفي مناطق كتير جدا المفروض بيشتغل فيها وبيغطيها 7 مناديب، بيغطيها 2 بس و3 بس، والمفروض ان احنا اللي نغطي الشغل كله. دكتورة رانيا، المشاكل اللي بتقوليها هي موحدة عند كل العاملين، ولكن انت بتناشدي بايه؟ يعني انت دلوقتي بتناشدي مين وعاوزة ايه وانت على الهواء مباشرة الان؟ انا بناشد ان حد يفكر في العاملين، يفكر في العمالة المؤقتة، يفكر في التأمينات، يضمن لنا حقنا. احنا لو مشينا دلوقتي هيقولوا لنا لو عايزين تمشوا هتقبضوا الشهر ده، واحنا متأخر علينا ب3-4 شهور. فاحنا عايزين حد بجد يتدخل في الموضوع ده. دكاتره يا جماعه، دكاتره تخرجوا من صيدله واسنان وبيطري، وحتى في بشريين بيشتغلوا بارت تايم يعني وعلوم، يعني والله ماساه وحاجه تحزن يعني صراحه. انا بناشد رئيس مجلس الوزراء ب يعني الرعايه ليهم وتجديد التفتيش والرقابه على الشركات دي. لا، واحنا نروح لمين يا دكتور محمد؟ احنا مش لاقيين حد نروح له، احنا عايزين اسم نروح له، عايزين حد يهتم، عايزين رقابه على الشركات. الشركات تخاف من حد. مش كل ما دكتور او دكتوره يتكلم في حقه واللي ليه يقولوا لنا اخبطوا دماغكم في الحيطه، همشيكوا الشهر الجاي. طيب انا 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 شاكر جدا لمداخلتك الهاتفيه، ومعانا ان شاء الله ضيوفنا اهوت وموجودين، هي برضو هنناقش وكملي معانا الحلقه. شكرا دكتوره رانيا على اتصالك. دكتور عبد الرحمن، الفصل بتاع السوفي ويلا مش بقالكمش حاجه، ويلاقي نفسه يتخبط في قسط عربيه و و و والناس شايفه بره العربيه، والدكتور راح والدكتور جه، يعني قول لنا هو الحقيقه مشاكل يعني بقى بتجيلكم كتير في ريبسولوجي. هو ده سؤالي اللي كان، بس هو جه من الشباب اللي اتصلوا. المشاكل اللي بتجيلك في ريبسولوجي، الحقيقه انه زي ما حضرتك قلت كده للدكتور رانيا، انه المشاكل دي كومن يعني شائعه ما بين معظم الناس. معظم الرسائل اللي بتيجي للريبسولوجي بعد ما احنا نفلتر الرسائل ديت ونشيل المخالف منها وغيره، احنا عندنا يعني قوانين لنشر الرسائل، يعني مش كل حاجه بتتنشر. رغم ذلك فعلا معظم الرسائل اللي بتيجي بتدور حوالين المشاكل ديت. انا عايز اقول انه اللي قاله بالظبط، انا عايز اقول اللي قاله دكتور احمد في الاول، الشركه اللي هي صاحبه سلسله السيدات الشهيره وغيرها، عايز اقول لك ان هو بينتشر او بيتم نشر رسائل عنها من زمان ومفيش اي استجابه. عايز اقول لك يعني في شركات ممكن يتم نشر رسائل عنها ومشاكلها وبتستجيب. يعني انتوا بيجي لكم شركات فعلا بتجي لكم كده على الريبسولوجي ويرد يا دكتور عبد الرحمن او المسؤولين فين عايزين نرد عليهم؟ كرد على طبعا حق الرد مكفول، بل بالعكس ده حصل كيسز كتير او حالات كتير. تواصلوا مع تيم ريبسولوجي، وانا بنفسي رحت لبعض من الشركات دي، طلبوا مجهود جميل، طلبوا طبعا طلبوا مني انا شخصيا الحضور، وعلشان اقف عند الكيس، هو المشكله عند المندوب نفسه ولا عند الشركه؟ في شركات كتير بتستجيب. عايز اقول لك فعلا شركات كبيره جدا اول ما خدت قرار مثلا ممكن يضر المندوبين، اول ما نزل رسائل على ريبسولوجي مدير الشركه، هي شركه من التوب 10 في الاي ام اس، لقيته بيتواصل معايا، خد الرقم وتواصل معايا لغايه اما حل المشكله وتراجع عن المشكله. ده بشكل ايثيكال وبشكل محترم. في شركات تانية يمكن تقريبا من حوالي 5-6 شهور اتصلوا بالناس الموظفين، زي ما الدكتور اسلام شرح كده، وزي ما زمايلنا اتصلوا بالموظفين وهم في الاريا او في المنطقه وهم شغالين فيها. مساء الخير، انتم بكره الصبح مش معانا، روحوا على المكتب. روح على المكتب. الحقيقه احنا لما بنسمع مشاكل زي دي ممكن يكون احنا بنحط 50% 50% 50% صح 50% غلط، بننفستيجيت او بنحقق في المشكله لغايه ما بنلاقي فعلا ده حقيقه. عايز اقول لك بعد ما كثرت خلاص كان الشركه ديت
الكلام ده في فترة كورونا في اولموست تقريبا شهر 4 وشهر 5، اتصلوا تقريبا 100 موظف وقالوا لهم انتم مش معانا. ايوه انا عارف الشركة. لما بدأنا شركة كبيرة كمان. وشركة كبيرة، عايزين نقول يا جماعة شركة كبيرة لها مصنع شركة كبيرة جدا بالظبط بتستثمر في الخليج. برافو عليك. اول ما عملنا انفستيجيشن بالموضوع ده شركة افراد يعني، لا دي شركة كبيرة يا دكتور. انت زعلان بقى انها شركة كبيرة؟ انا بضرب لك مثال في ايه. الشركة الاولانية الكبيرة اللي كانت من التوب 10 تواصل معايا مدير الشركة او المانجر دايركتور بتاعها العضو المنتدب وحلينا المشكلة وتراجعوا عن قرارهم. انما الشركة دي حلت المشكلة ازاي؟ بعد ما تواصلوا مع تقريبا 100 فرد منها قالوا لهم انتوا برا. اول ما الناس اللي هم الموظفين في الشركة تواصلوا مع ريبسولوجي ونشرنا شكوتهم على ريبسولوجي لانه هو ده الملاذ الاخير ليهم، الملاذ الاخير ما هو لا في نقابة بيروحوا مكتب العمل تحول لقضية والقضية كتير. فبعد ما نشرنا الرسائل دي عايز اقول لك ان هم تراجعوا بمنتهى السذاجة. قالوا لا احنا ما كناش قصدنا كده، شركة كبيرة ما كناش قصدنا كده، وتراجعوا عن الفصل التعسفي اللي هو بيعاني منه معظم الناس نتيجة اللي قاله برضو دكتور اسلام، انه ناس بتروح الشركه والمفروض انها بتمضي على عقد وهمي. يعني بيمضي والمفروض ان هو ياخد نسخه من العقد. لا. ده ما بيحصلش. ويكتشف بعد 5-10 سنين انه مش موجود في الشركه. ياخد برنت من التامين ما يلاقيش انه اصلا مؤمن عليه. ده بيتصدم ويطلع بره. ده نتيجه لايه؟ نتيجه لانه ما فيش رقابه على الشركات ولا في كيان يضمن حقوق وواجبات. ما هو في حقوق وواجبات، حقوق الموظفين وحقوق الشركة وواجبات الموظفين وواجبات الشركة. تمام. الدكتور إسلام يكمل بقى موضوع التأمينات ده، موضوع التأمينات بالذات القانون الجديد وموضوع الضرائب اللي حتى بيأكلوا حق البلد، بيروح يديله مرتب يعمل له عقد بسي مثلا بألف ويديله 2000 جنيه. تمام. يعملها له بدلات وبتاع. المشكلة كمان في التأمينات ان هو القانون الجديد بقى فيه حاجتين، حد أدنى فلوس بتندفع ومدة. وبرضه يمكن هي الصيغه التنفيذيه لسه ما نزلتش، فناس كتير اللي هو بقاله 25 30 سنه مش عارف حتى ياخد المعاش المبكر. لان الفلوس اللي دفعها مع المده مش جايبه، ما تحققش الجدول اللي هو من جيبه عشان يحقق الجدول. طيب انت لما يعني بتامن عليه، لو فرضنا انك انت يعني هتعمل واجب وتامن عليه، بتامن عليه بكام؟ ب 400 جنيه، 300 جنيه. لا ما هو بيحط له راتب قليل عشان قد الابو عليك صح. انت ضيعته مكتب ورقه، انت لا هو نزل الجهات الرقابيه، انتوا بتروحوا بتلاقوا ورقه قليل، بيحط مرتب قليل جدا عشان لما يامن عليه يامن عليه بقيمه ضعيفه جدا جدا. فتيجي في الاخر مفيش. ماشي. طب انت ظلمته في الاول وفي الاخر، ما هو اشتغل معاك وكسبك. ماشي. اديله حقه. انا مش بقول قد كده بدل انتقال ده لما تديله. ماشي. وبرضه انا برضه مش قادر افهمها. يعني كان ساعات بفهم من صاحب الشركه او الشركه مجلس الاداره ويقول لك اصل هو بيقعد معايا يومين ثلاثه ويمشي فانا خسران. ماشي. ما انت تسال نفسك برضه السؤال، هو بيقعد معايا شهر واثنين ويمشي ليه؟ الاستقرار الوظيفي، الاستقرار الوظيفي الذي لا يوجد في هذه المهنه للاسف حاليا. بالظبط. الراجل انت بتدي له رقم بيجيبه وشغال معاك بما يرضي الله، ليه ما ياخدش حقه؟ سؤال انا مش قادر يعني افهم هي ايه الصعوبه في كده. خصوصا زي ما بقول لك اكتر يعني الشركات بتصرف كتير. ما هو يجي بقى على 300-400 جنيه بتوع الغلبان ده ونقول لا. مش فاهمها بصراحه. الضرايب يعني ما انا اعرف شركات دلوقتي بتدي الفلوس للموظفين على كذا حساب عشان ما يدفعش ضرايب البلد. انا اعرف ذلك. احنا ساعات بنوصل لان المندوب بياخد مرتبه بضاعه تحصيل. انزل بيع البضاعه وخد مرتبك. ودي يعني الشركات اللي هي يعني زي ما حضرتك قلت يا دكتور اسامه انه انواع الشركات كتير. احنا عندنا مالتي ناشونال ولوكال وغيره. يعني يمكن الشركات المسجله واللي ظاهره على طب نوضح الشركات ايه برضه؟ يعني حتى الشركات المالتي ناشونال الاجنبيه متعدده الجنسيات والشركات المحليه ولها كل احترام، بعض الشركات الوطنيه اللي لها مصانع وتحترم قانون العمل، وبعض الشركات الوطنيه الاخرى اللي ما لهاش مصانع واوت سورس، وبعض الشركات للاسف البرسلين اللي بالزبط. احنا اللي كثروا اللي هم دلوقتي اللي عملوا حالا يعني الشر كله. يعني سريعا للمشاهدين انه في شركات مالتي ناشونال او شركات متعدده الجنسيات اللي هي موجوده ليها مقر في الدوله الام اللي اتعمل فيها الشركه وبتنتشر في معظم دول العالم. في شركات اللوكال او المحلي اللي هي موجوده في مصر وممكن كمان يعني احيانا بتنتشر بقى من تطلع من بره مصر
وتنتشر بره من جوه مصر وتنتشر بره مصر، فدي ممكن نسميها شركات انترناشونال. الحقيقه اللي انا عايز برضو انوه عنه على الشركات اللي هي يعني خلينا لو جاز التعبير نسميها بير سلم، الشركات المسجله او الشركات اللي معلن ارقامها موجوده في شركه اسمها اي ام اس، دي ممكن توصل لتقريبا 890 او 900 شركه، يعني يعني رقم الاي ام اس اللي مسجلين فيها ومسجلين المبيعات بتاعتهم وارقامهم كل بالزبط. سنه وعن طريق بيعملوا استراتيجي بالظبط كل بتظهر في الشركه دي. في شركات ممكن يوصل للضعف واكتر وده مش مسجل، ما فيش كيان يقدر يريكورد عدد الشركات اللي هي بير سلم دي اللي بيجي منها. عايز اقول لك معظم المشاكل ليه؟ لانه انا يعني انا الشركات الكبيره اللوكال او المالتي ناشونال انا عليا رقابه من كل الجهات المعنيه اللي في الدوله، فبالتالي انا بخاف انه لو انا ما عملتش عقد هيجي لي حد من الضرائب او 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 أي. انما في شركات اللي هي البيرسلم اللي معظم المشاكل اللي بتجي لنا من الشركات اللي زي ديت غير مؤمن عليهم، عايز اقول لك انه ممكن ابطو انه ما بيدفعش فعلا الضرائب وبيتحايل على القانون. فاحنا فعلا بناشد الجهات المعنيه ان هم يراقبوا على الشركات الادويه اللي هي الصغيره، اللي هي شركات الشركات الصغيره والافراد، مراقبتها من حيث التامين من حيث الضرائب حقيقي. لو تم المراقبه بشكل جيد على الشركات دي يعني هيلاقوا ان هم يعملوا مشاكل لموظفين. يا الجهات الرقابيه المسؤوله اللي احنا بنناشدها النهارده، عندكم ريبسولوجي عندهم المشاكل كلها وعندهم الأوراق والمسندات، روحوا لهم عشان تاخدوا كل الحاجات دي وتحققوا فيها فورا. معايا دكتور أحمد مداخلة هاتفية، اتفضل دكتور أحمد، انت على هواء بشرة في حوار هادف. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور محمد. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا الأول بمسي عليك وعلى ضيوفك، و يمكن الظروف مش صالحاني ان انا اكون شايف التلفزيون، لكن انا بكلمك بمثال. كده عرفناك دكتور احمد سعيد وهو مدير في احدى شركات الادويه، اهلا وسهلا بيك، وانت قامه كبيره يعني وعندك حاجات كتير عاوز تقولها، اتفضل. ربنا يخليك. فانا زي ما بقول لك انا بكلمك وانا شايف، فما كانش بيساعدني الحظ ان انا اشوف انت بتتكلم وتعني تفاصيل من المشكله دلوقتي، لكن خلينا نبداها من الاول. لاي حد من الزملاء وهو اشتغل في احدى شركات الادويه، اول مشكله بتقابله حتى لو هو مش واخد باله منها وللاسف الكل بيقبل بيها علشان ظروف السوق الموجوده دلوقتي، وبالرغم ان المشكله دي قايمه بقالها فتره طويله. نعم. كل الزملاء لما بنخش اي شركه من الشركات بيبقى صاحب العمل حريص ان هو الزميل يمضي معاه عقد، واحيانا العقد بيبقى فيه بعض الشروط الجزائيه اللي من حق صاحب العمل ما حدش يقدر ينكرها، لان اكيد اي حد بيدخل في الاول بيبقى له قوت على صاحب العمل وعلى الشركه، سواء في التدريب او في الاقامه اللي بيوفرها له اثناء فتره التدريب والفلوس اللي هو بيصرفها عليه في الفتره دي. لكن هو بيضمن حقوقه في الشروط اللي موجوده في عقد العمل. لكن هل الزملاء كلهم يحصلوا على نسخه من العقد ده؟ لا للأسف. طبعا ده ما بيحصلش بنسبه تكاد تيجي 99%. تمام كده ولا انتم مش متفقين معايا في الكلام ده؟ لا معاك وضيوفنا هنا يعني معاك متفقين في ذلك. طيب دي البوينت الاولانيه ان هو ما حصلش على نسخه العقد. النقطه الثانيه زي ما صاحب العمل من حقه يضمن حقه ويحط شروطه، طيب ايه الشروط اللي ممكن تبقى موجوده في صيغه العقد تضمن حقوق الزملاء؟ ده موضوع لوحده محتاج ان هو يتطرح وان احنا نفكر فيه ونقول ايه اللي ممكن يتحط. لكن السؤال هل ده هيتم وضعه في شروط العقود من طرف كل واحد مينا لوحده لما يجي يخش شركه من الشركات، ولا لازم يبقى فيه قانون ملزم لاصحاب العمل ان هو قانون موظفين زي ما بيحط؟ انت حطيت ايديك على يعني القانون فعلا، ومجلس النواب هو الانتخابات غدا وندعوكم الى المشاركه فيها جميعا سبت واحد داخل مصر عشان يجي مجلس النواب في شهر يناير نطالبه بقى بتفعيل القوانين دي وتشريعات جديده لمصلحه هذه المهنه وحاجات كتير جدا عاوزه تتظبط. طيب ده هياخدنا ان لازم يبقى في قانون يلزم العمل زي ما بيضمن حقوقه ان الزملاء يبقوا مضمنين حقوقهم. نعم. ومن ابسط الحقوق بتاعتهم كمان اللي ممكن تبقى موجوده
لا انا دلوقتي لما اقعد في شركه تبع لقانون مكتب العمل اما عندي 5 سنوات فانا لازم اكون عارف ان من حقي ان انا ليا مكافاه نهايه خدمه من الشركه دي بتحسب رسمي طبعا للقانون على حسب معلوماتها ان هو شهرين من اجمالي المرتب بتاعي عن كل سنه قضيتها في الشركه. لكن اولا في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، ثانيا ان عشان يطبق هذا الكلام ويبقى من حق حضرتك ان انت تطالب بيه ان لازم يكون صاحب العمل مأمن على حضرتك خلال المده دي، ودي مشكله كبيره جدا. صحيح زي ما من حق صاحب العمل ان هو يحط فتره انكيوبيشن بيريود او فتره تحت الاختبار زي ما بنقول علشان يقيم فيها الراجل ده هيكمل معايا وهيفيدني ولا لا، من حقي انا كمان ان بعد ما اتخطى فتره الاختبار ان انا يتم تأمين عليا، مش هقول لك حتى بأثر رابع عن 3 شهور، لكن مجرد خلاص قال ان انا معاه يبدا التأمين عليا عشان اعرف اخد حقوقي بعد كده. والا هتلاقي حضرتك في كثير ما يطلق عليه شركات الادويه في مصر الا انها في حقيقتها عباره عن مكاتب علميه، وده مش عيب، لكن لازم يتم التأمين. وده هيرجعنا تاني للقانون ان الناس تتابع الزام الشركات والمكاتب العلميه سواء في المجال بتاعنا او في غيره، ان يكون في اشراف وتدقيق في الاشراف ده، هل كل الناس اللي موجوده مؤمن عليها ولا لا؟ الموضوع كبير جدا وفي حاجات كتير يعني محتاجين ان احنا نتكلم عنها. يمكن انا بس علشان احنا ان شاء الله باذن الله دكتور احمد، بس انا مش عاوز اقطعك، ولكن احنا عاوزين نقوله في وجود دكتور اسلام ايوب ودكتور عبد الرحمن وهم ضيوفنا الاعزاء ان دي بدايه بس لسلسله حلقات قادمه بالتعاون مع ريبسولوجي، نفتح ملف الموضوع كله سواء بالمشاكل بالفساد وبالايجابيات برضه لو في حاجات كويسه فيه. وانا يمكن عشان ما اعرفش بس ان الزملاء هم المسؤولين عن ريبسولوجي ومش عاوز اخرج بره موضوع الحلقه، لكن انا ليا بس كومنت بسيط كده ومش هنضيع وقت الحلقه فيه. ريبسولوجي من المنابر المحترمه اللي انا دايما بسمعها وبشوف كتاباتها والحاجات الموجوده فيها وباخدها بعين الاعتبار، وانا يعني مشترك فيها، موجود بشوف ايه اللي بيجرى فيها، لكن ليا عليهم اعجاب صغير. هم صحيح بيدققوا على قد ما بيقدروا، بس زي عاوزين نبقى فير، زي ما احنا بنطالب بحقوقنا من اصحاب العمل وهم بيحافظوا على حقوقهم، عاوزين في ريبسولوجي وغيره من المناجر اللي بتطالب بحقوقنا ان احنا فير اكتر من كده، وندي فرصه بقى اجيب اصحاب الشركات اللي بيتم من خلالي ومن خلال الزملاء ان هم يقولوا ان هم بيأثروا معانا في حاجات معينه، اجيبه يرد، ولو ما ردش يبقى ساعتها خلاص الموضوع انتهى. تمام دكتور احمد، شكرا جدا لمداخلتك الهاتفيه، وانت في لقاء اكيد في سلسله حلقاتنا عن مهنه الدعايه الطبيه اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنتبعها في الفتره القادمه في حوار هاتف. شكرا جزيلا لك دكتور احمد سعيد المدير باحدى شركات الادويه. ونروح بقى للدكتور اسلام، عاوزين نقول ايه والناس بتقول عاوزين حقوق ايه وينشدوا بايه وتنصحهم بايه؟ بص، هو عامه يعني كل فتره كده كانت مجموعه من الناس بتقول احنا عايزين نعمل نقابه ويلموا نفسهم، كلها محاولات مبتصره كده ما بتكملش، ما بتكملش. طيب. ولا مفيش، انا مش هتكلم على الدعايه والبيع، انا هتكلم على الدعايه الطبيه. خلينا نتكلم على السكوب. طيب. الان على الدعايه الطبيه، احنا عندنا حاجه اسمها نقابات اتحاد نقابات المهن الطبيه. طب احنا ليه منا فين هنا بقى ما نعمل لجنه تتابع هذا الموضوع، تركز في هذا الموضوع؟ ما احناش هنعمل نقابه كبيره بقى وحاجه جديده وبتاع لغايه ما يحصل هذا، وده طبعا امنيه ان احنا يكون في نقابه بتدافع عننا، بتعمل لنا مستقبل، بتعمل لنا صندوق تكافل، بتعمل لنا كل ده. ماشي. بنشهد الحكومه بقى يعني نتك على مكتب العمل شويه يروح يبص بتاع التامينات، يروح يتاكد، لان دي انا شايف انها يعني اساسيات يا جماعه. احنا بنتكلم مش طالبين حاجه صعبه. وبرده يعني عشان اكون فير زي ما الدكتور احمد قال، في بعض الحالات بتبقى تجني من المندوب على الشركه. مش هنقول لا، مش انا عندي بس دي حالات، دي حالات برضو. خلينا انا عندي امثله وشاهد عليها، خلينا حالات برضو استثنائيه. ما هو في استثنائيه هنا وفي استثنائيه وفي استثنائيه هنا. الحل ان اتكلم من المجمل ان في حقوق مهدره للعاملين. الحل طب ما نمشيها بطريقه اسهل، حقي وحقك. برافو عليك، هي حقوق وواجبات على الجميع. يعني انا حق الشركه لما شركه مثلا صغيره بتتعرض لحاجه زي بتاعه الكورونا ولا الازمه الاقتصاديه بتاعه 2000 ولا 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 معذوره، هنقول لك لكن لما تبقى شركه كبيره ماشي وفيها مندوب والمندوب شغال، طب ليه؟ صح. يعني انا مش فاهمها بصراحه.
تمام دكتور عبد الرحمن. لا هو الحقيقه بس انا هنوه سريعا برضو ومن كلام دكتور اسامه ومن كلام دكتور احمد المداخله في فكره الايجابيات، الانطلاق من حقوق وواجبات الاطراف، فبالتالي بيظهر ايجابيات وسلبيات من الاطراف. يعني الحقيقه احنا في ريبسولوجي برضو بنراعي ده بشكل جيد جدا، احنا ما بنسلطش الضوء على السلبيات فقط بل الايجابيات. عايز اقول لك مثال سريع، في ازمه كورونا يمكن شهر 3 وشهر 4 احنا عملنا حمله ومبادره اسمها تحدي شركات الادويه، نشدنا شركات الادويه ان هم يساهموا بالمسؤوليه المجتمعيه تجاه المجتمع، ان هم يساهموا بالسامبلز، يساهموا بنزولهم للشارع، يساهموا بتبرعات بفلوس عينيه وات ايفر هم ممكن يساهموا بايه. واعلنا عن كل مبادره ممكن تشارك بها الشركات دي، كل شركه بتواصل معانا وتقول ان احنا عملنا كده على طول بنعلن عنها، لان احنا مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نسلط الضوء على الايجابيات عشان اذر كومبانيز او الشركات الثانيه تتعلي منها. بس 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 خلينا صراحه، الشركات اللي هي السلبيه وزي ما انت قلت في تعبير اللي هو البير السلم، هو دول اللي احنا بنتكلم عنهم. احنا عارفين ان في بعض الشركات الوطنيه الكويسه او المالتي ناشونال خلاص، عايز اقول لك للاسف حتى العدو بعض السلبيات مش عايزين نتكلم عليها، رغم ان احنا كنا بنحاول ان احنا نسلط الضوء على الايجابيات، لكن لقينا انه التفاعل من الشركات قليل جدا، وده اللي صدمنا. يعني احنا جايين وبنقول يا جماعه انا جاي اسلط الضوء على الايجابيات منكم، انتم بتقولنا سلطوا الضوء على الايجابيات، مش عاوز، لا مش عايز اشارك، مش عاوز، وده للاسف صدمنا كل الشركات اللي بتبعد عن الميديا وبتبعد عن الاعلام وبتبعد عن المبادرات، مش عارف ليه بالظبط. يعني بيبعد عن، يعني انا لما بقول لك بديك الفرصه اتفضل اعلن عن الايجابيات بتاعتك، لا انا هرجع خطوه ومش هعمل ايجابيات. طب انت دي مسؤوليتك، خايف من ايه؟ مسؤوليتك المجتمعيه اصلا. ما انت خايف لانك انت اصلا بتضر الناس اللي جوه، يبقى هتعمل ازاي اصلا هتنفع الناس اللي بره وانت اصلا بتضر الناس اللي جوه؟ فاهم قصدي؟ فده اللي تمام اللي بيحصل. رجوعا للنقطه الجوهريه او السؤال اللي حضرتك سالته الدكتور اسلام، احنا محتاجين ايه؟ اصل احنا بقى المشكله ده اللي احنا عاوزينه، محتاجين ايه وننطلق بسلسله الحلقات في الفتره القادمه ان شاء الله. اصل المشكله زي ما بدا دكتور اسلام، انه المندوب اللي هو العاملين بالقطاع الدعايه الطبيه والشركات متمثله في مجالس الاداره والاطباء، كل دول ستيك هولدرز او اطراف اطراف المعادله في المهنه. مفيش كود اوف ايثكس او ميثاق شرف في المهنه، ميثاق شرف في المهنه يرسم المبادئ العمل ما بين كل الاطراف، يحفظ حقوق وواجبات كل الاطراف. كل الاطراف عليهم حقوق وكل الاطراف عليهم واجبات. احنا الحقيقه في ريبسولوجي على مدار السنوات اللي فاتت حاولنا بكل جهد انه ناسس لكيان او لانتيتي او وات ايفر اللي احنا ممكن نقدر نوصل له علشان نحط ميثاق الشرف ده. تواصلت انا شخصيا مع مديري بعض الشركات الكبرى وقعدت معاهم، عايز اقول لك حاطينه في السعوديه وحاطينه في الامارات وشغالين بيه. تواصلنا مع شركات كتير وشركات كتير عندها النية، لكن في الآخر خالص بنصطدم بأنه في إحباط عندهم من تنفيذ الفكرة. من التنفيذ نفسها. دكتور إسلام أخيرا، نصيحتك إيه للعاملين في شركات الأدوية وأنت مدرب وخبير للتدريب؟ هو بس أنا كنت بس عايز أركز في حتة معينة، إن إحنا شركة الأدوية دي يعني لازم أحط نفسنا مكانها برضو، ما هو الراجل عايز يكسب وعايز يشتغل ماشي. والفكره اللي ماشيه اليومين دول انها شغلانه مؤقته وشويه وحتى هيلاقوا لي مع السلامه والكلام ده كله. طيب هو دايما بسال السؤال، انت لسه مقتنع ان شركات الادويه دي هتاخدك وتقعدك معاها لغايه سن الستين؟ تبقى ساذج بصراحه. لا تمام معلش، توعيه من الدكتور اسلام، لازم تعرف الكارير الموازي، الشركه دي او الشغلانه دي لها عمر افتراضي. نعم. انت نفسك بعد 10 سنين 15 سنه مش هيبقى فيك نفس تشتغل، بتبقى زهقت اصلا. تمام. فلازم يبقى انت لك وانت بتشتغل كارير موازي بقى، حضر له من وده هنتكلم فيه ان شاء الله في بعض المرات الاخرى. دكتور عبد الرحمن في اي تعقيب؟ لا الحقيقه احنا فعلا زي ما بقول لحضرتك بنناشد كل الشركات، كل المعنيين بالمهنه الدعايه الطبيه ان هم يساعدونا يتواصلوا معانا، عشان احنا عندنا النيه الجاده لتنفيذ فعلا كيان يضم جميع ابناء المهنه العاملين فيها. انا بشكركم جدا، الوقت اسعفنا، وزي ما قلنا الموضوع مش سهل اعزائنا المشاهدين، الموضوع كبير وعاوز كثير من حلقات نتكلم فيها ومناشدات ومطالبات، لانه موضوع يسع الكثيرين من العاملين، مش قطاع معين بعينه. انا سعيد جدا، كان بيشرفني النهارده على الهواء مباشره في حوار هادف الدكتور اسلام ايوب الخبير في التدريب للعاملين بشركات الادويه، شرفتنا جدا ونورتنا يا فندم. ايضا
الشكر جدا للدكتور عبد الرحمن محمد باز المؤسس لموقع ريبسولوجي على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، وايضا هو المدير التسويقي الطبي لاحدى شركات الادويه. انا شرفت بيك جدا. شكرا جزيلا يا دكتور، ان شاء الله نسعد بيك مره اخرى ان شاء الله. ايضا الشكر موصول لكم اعزائنا المشاهدين لمتابعتنا في حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر الى المستقبل. قضايا العاملين في الدعايه الطبيه كثيره، مشاكلهم وهمومهم ايضا وحقوقهم المهدوره. ارجو والمناشده للحكومه المصريه وإلى مكتب العمل والضرائب والتأمينات، ثلاث حاجات هم: التفتيش على الشركات اللي طالعة في البخت جديد، التفتيش على الشركات اللي كل واحد واخد له صنفين وجايب الناس تشتغل معاه، التفتيش على المستوردين للكوزموتيك، التفتيش على الناس اللي ما بتدفعش حتى ضرائب للبلد مش للموظفين. ونشكر كل شركة وطنية بعد الشركات المصرية الوطنية الحقيقية اللي لهم مصانع ويعترفون بمكتب العمل ومحترمين فعلا كانوا على قدر المسؤولية حتى في وقت كورونا بيعطاهم المرتبات والناس قاعدة في بيوتهم بيعملوا الميتنج بالزوم. ولا نشكر الناس اللي موقفتش جنب الناس وعملت داون سايز وعملت فصل تعسفي للناس اللي شغالين معاهم ونسيت المكاسب اللي حققوها قبل ذلك. الموضوع مطروح وللنقاش، وأيضا تابعونا على صفحتنا بكثير من الأسئلة لطرحها في الأيام المقبلة. الجمعة القادمة مع دنا وحلقتنا إن شاء الله أمسية في الاحتفال بمولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام ومشاهدينا الكرام بألف خير وصحة وسعادة. إلى اللقاء.